في طوق الياسمين لليلة أما تويكا خلينا نمشيو مع زميلنا حسني دبيش لدار الثقافة الشيخ إدريس بفنزرت غديكا ونصور لنا تظاهرة تيد في دورتها الأولى تكنولوجي انترتينمنت اند ديزاين. بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت وبالتعاون مع دار الثقافة الشيخ إدريس، نظم طلبة المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت الدورة الأولى لتظاهرة تيد إكس إنيب، ترفيه وتكنولوجيا وتصميم. مجموعة من الطلبة عندهم نادي ثقافي، نادي ينشط في عدة أماكن منها دار ثقافة الشيخ إدريس، لأنه جانا قبل في تظاهرات أخرى، بالتالي كل مرة يخدم على مشاريع صغرى يحاول من خلالها أنه يسجل حضوره في ساحة ثقافية في الولاية، وهي مبادرة للشباب بروح الشباب بأسد الشباب وبقوة الشباب في أيضا إحلال البدائل يعني في تونس. تظاهرة واضح أنه تحب تمشي لقدام، وتظاهرة تحب تحسن صورة البلاد، وتظاهرة تشتغل على النجاحات وتطوي يعني صفحة الفشل. هذه هي روح الشباب يعني اللي حسيناها في هذه التظاهرة، والمندوبية تصرف كيفاش تعاون تصرف يعني تدعم ماليا هذه المشاريع، يعني تنجم تتدخل في عدة يعني نقاط في البرمجة لدعمها وأسنادها وتمويلها. هو الباهي فيها التظاهرة هذه اللي هي المبادرة جاية من عند الطلبة، دونك الطلبة هما اللي قدموا معناتها الكانديداتور نتاعهم باش هما يحتضنوا تيدكس المرة هذه في اللينيب. كل مرة تصير في بلاصة، دونك المرة هذه هما اللي حبوا يعملوها في اللينيب، وأنا فخور اللي المبادرة جات من عندهم هما. احنا دورنا كان جست باش نعاونوهم إذا يستحقوا حاجة، دونك أهم حاجة في هذا الكل اللي هي جاية من عند الطلبة، منظمينها الطلبة ومعناتها الإيفينمون نتاعهم هما. احنا لا نتدخل في البرمجة، هذا اختيارات الشباب. التظاهرات راهو انتهى وقت اني تكتب في مكاتب اما المديرين بتاع المعاهد العليا للتكوين الجامعي ولا في مكتب المندوب الجهوي للثقافة. المبادرة الان للشباب، من حقهم يقولوا شنو يحب يقولوا في كنف احترام الثقافة بطبيعة، واحترام يعني التظاهرات وجودتها. ونحن لا نتدخل في متن التظاهرات، إنما نتدخل لمحاولة إنجاح هذه المبادرات الشبابية، وهذا دورنا. الكلمة ليهم اليوم، ونحن موجودين لإسنادهم وإرشادهم إن طلبوا ذلك. ولكن النادي هذا هو نادي يعرف شو قاعد يعمل ويطرح فيه أسئلة حقيقية. C'est un mouvement international, Bhraj de Californie. L'abréviation de TED Technology Entertainment Design. On est à technologie, Tarfi ou le design. إني بخاطر معنا المدرسة الوطنية متاعنا، المدرسة الوطنية للمهندسين بنزرت، حبينا نعملوا الإيفينمون هذا خاطر هو تيد يسو كاركتيريز بالسلوغان متاعو اللي هو بارتاجي أو بلو كغون نومبر معناها دي بيغسون، ليزيدي كيفا لا بين داتخ بارتاجي، باش لي جون متاع توا ياخذوا أفكار من لي كونفيرونسي ومعناها باش يحسنوا برواحهم. التيم تاعنا هو تونيجيا بريف نيو وورلد، معناها لا تونيزي لو ميور دي موند.
باش نجيبو في دي كونفرنسي ناسيونو معروفين في تونس باش نحكيو برينسيبالمون على لي تيم تاع لونتربرونيا الانترتينمنت ديزاين واللي سيونس تكنولوجي. مبادرة إيجابية تهدف بالأساس إلى تطوير رؤية عالم جديد حتى تصبح تونس تحظى بمكانة مرموقة لدى دول العالم، وذلك بالاقتداء بنماذج ناجحة في الحياة العملية. أول حاجة في المساهمة متاعنا لو فاتنا احنا خلينا لهم يوم فمني أحيناه من الدراسة وخليناه لهم اليوم للتحضير للتظاهرة هذه فمني، خاطر احنا الهدف متاعنا في الطلبة متاعنا باش يكون لي زانجينيور اون فورم دي زانجينيور مهندسين كاملين، معناها كوتي كومونيكاسيون كوتي اورغانيزاسيون عندهم لو دون دو لورغانيزاسيون. نخليو المهندس متاعنا مش كان متكون في الامور التقنية فرك، يلزم يكون متكون في امور التقنية امور التواصل امور التنظيم. دونك احنا نخليو لهم لو شون اوفير باش ينجموا هما معناها يبدعوا ويخرجوا حوايج كيف ما كاين. دونك احنا مساهمتنا ليهم كاداره ولا كاداره معهد ولا كاساتذه ان احنا نخليو لهم لو شون اوفير باش ينجموا يبدعوا وينجموا يتواصلوا مع المجتمع المدني ومع الشباب في الجهه وفي تونس الكل. بالنسبه لي التظاهر هذه كاول اديسيون في بنزرت، دونك حاجه باش تكون مزيانه على الاخر مادام فما دي زانترفونون فما دي تنظيم دي زورغانيزاسيون مزيانه على الاخر. الحكايه هذه بالنسبه ليا باش تكون اكسبيريونس طياره باش تبدل لي مخي من ملي كنت فاسون كنت تاع جوست كلي ايتوديون ونقرا، وليت فاسون تاع نخمم القدام اكثر ونخمم باش نعمل لي بروجي نتاعي بالكرياسيون اللي شفناها تاو واللي قاعدين نشوفوها. قلت ربي باش تكون اكسبيريونس مزيان. فرحان برشا اللي اليوم حاضر في التظاهرة هذية اللي هي معناتها تفيدنا برشا في تكويننا كمهندسين، واللي فرصة باش نتعرفوا على لي دومين الاخرين معناتها، وواحد لي دومين الاخرين معناتها في الهندسة بخلاف الصناعية فما الميكانيكية تعرف مشاريع جدد اللي صايرين في تونس في العالم واللي نجموا نحسنوا بهم رواحنا واللي يقدموا بينا ان شاء الله نحو الافضل. احنا فرحانين خاطر فرحان شكون فينا خذا الانيشيتيف ونظم التظاهرات هذيا، وبالعكس دعم لينا احنا علاش فرحنا اللي فما الفرصه معناها الناس تتحديات الصعوبات ونجموا احنا نعملوا كيفهم خطوه معناها احنا باش نبنيو على فرصه ليهم الاجيال الاخرين معناها الاقل منا انهم يبنيو ويعملوا يقدموا ما خير وينجحوا على المنوال هذايا معناها اكيد احنا نفتخروا بالتظاهر هذه. اون سانتيريس بوكو على في اسوسياتيف، عندنا اناكتو سينيب اللي انا في الكوميتي سبونسورينغ تاع اناكتو سينيب، عندنا جونيور انتربريز بطبيعه سي تاع موفمون انترناسيونال وثما منو برشا في تونس في لي زيكول، وعندنا زيدا اي 3 او بيان سور، وعندنا الايرو كلوب وعندنا جي كلوب. اون بلوس اون اي معناها ترو اكتيف ليكول ناسيونال دانجينيور دو بيزير. اون سانتيريس بوكو promouvoir le nom de l'ENIB في بنزرت اول حاجه باش يعرفونا لي زاندستريال وفي تونس بطبيعه بيسكو لينيب مازالت كي بدات معناها في لي ديبي نتاعها تعملنا عام 2009 وبدينا بجيني اندستريال وطبعا عندنا جيني ميكانيك وان شاء الله باش يولي عندنا جيني سيفيل. Le monde est en train de développer.